استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم وفدا من مجلس الدراما دومس بروسيا الاتحادية برئاسة سعادة السيد يافغيني ميراكوف عضو لجنة الشؤون الدولية ونائب رئيس المجموعة البرلمانية الداخلية للمجلس بمناسبة زيارتهم للمملكة بحضور معالي السيدة فوزية بنت محمد زينل رئيسة مجلس النواب، حيث نقل رئيس الوفد إلى جلالته تحياتي وتقدير فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام والتقدم، فيما كلفه جلالة الملك المفدى بنقل تحياته وتمنياته لفخامته ولشعب روسيا الصديق بتحقيق المزيد من الرقي والازدهار. رحب العاهل المفدى بزيارة وفد مجلس الدوما الروسي واستعرض معهم علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، مشيدا جلالته بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات على المستويات كافة وعلى الأخص في مجال العمل البرلماني. تطرق جلالته خلال اللقاء إلى النجاحات الهامة التي حققتها مملكة البحرين منذ انطلاق الحياة البرلمانية على أكثر من صعيد، مؤكدا سعيها المتواصل لتعزيز مسيرتها الديمقراطية وتطوير عمل المجلس الوطني بما يلبي التطلعات في تحقيق رفعة وتقدم الوطن والمواطن. أكد جلالته على أهمية عقد مثل هذه الزيارات لما تسهم به في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب والخبرات، بالإضافة إلى التنسيق بشأن القضايا ذات الأهمية المشتركة، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز السلام وتحقيق الاستقرار الدولي، مشيدا جلالته بالدور الفاعل الذي تطلع به روسيا الاتحادية بقيادة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين على الساحة الإقليمية والدولية وبحرصها على تعزيز الأمن والسلم العالميين. من جهته أعرب السيد بريماكوف عن الشكر والتقدير لصاحب الجلالة على ملقيه الوفد من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في زيارته للمملكة، وما وجده من حرص واهتمام من قبل جلالته على تطوير العلاقات الثنائية وتوطيد أوجه التعاون البرلماني مع روسيا الاتحادية، مشيدا بالتطور الذي تشهده التجربة البرلمانية البحرينية وما تواصل تحقيقه من نجاحات لصالح المملكة وشعبها الكريم.